أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أول السطر في لقاءات الأسبوعية مع عدد من نجوم الرياضة الكويتية. تحدثنا عن الكرة العرباوية، تحدثنا عن الحقبة الجميلة التي كانت في تلك المرحلة. أنا الحكي العربي في أيام البطولات مو الآن، خلال السنوات الأخيرة. تذكر مهاجم مميز الحقيقة أمتع الجمهور العرباوي، كان لاعب بالناس، كان لاعب ذو مجهود عالي، كان لاعب ذو أخلاق عالية. كل العرباوية لما يرجعون لذلك الزمن الجميل لا يمكن يسقط اسم هذا اللاعب الذي قدم شيء الكثير للنادي العربي. كان لاعب حقيقة هداف على طراز مميز، لذلك حرصت أن يكون اللقاء اليوم معاه في حلقته. ستعرفون ضيفي ولكن بعد هذا التقرير. الكرة العرباوية خلال مرحلة الثمانينات كانت متميزة في نجومها، وخصوصا مهاجميها الذين كانوا متفوقين في معرفة طريق المرمى مع خط وسط صلب. لذا كان الأخضر في أفضل مستوياته في تلك الحقبة، ومن برز في تلك الفترة المهاجم خالد علي ناصر الذي كان لاعبا قناصا للفرص، يعرف أين يقف وكيف يصنع الكرات لنفسه، لذا كان مهاجما خطيرا وهدافا رائع. سنكون معه في حلقة اليوم من أول السطر. كرة عالية ملعوبة، توصل أصل عبلوشي، كرة معاه، توصل مرة ثانية وتوصل إلى خالد علي ناصر، كرة معاه بيلعبها يبعدها أبل، توصل أحد بدر أبو عباس، كرة اللعب بدر أبو عباس بيلعبها وشوت. نعود حبتنا من جديد في برنامجكم أول سطر. عرفت من هو ضيفي في هذه الحلقة، الكابتن خالد علي ناصر، مهاجم النادي العربي، أحد المهاجمين راح تشوفون مجموعة أهداف. تعرفون أهمية اللاعب القناص، أهمية اللاعب ذو المجهود العالي، أهمية اللاعب يعرف وين يوقف، أهمية اللاعب شلون يمر الكرة، شلون يسجل. كل هذه الأهداف اللي راح تشوفها، على فكرة يمكن من اللاعبين القلائل خالد علي ناصر اللي أهدافه مميزة، يعني أهدافه في لحظات حرجة في من عمر المباراة. لذلك راح تشوفون الليلة أهداف جميلة جدا حق خالد. حياك الله يا كابتن. حياك الله طال عمرك، مشكور يا ابو نصار، مو ناسيني للحين تطلعني في التلفزيون. ما قصرت، ما قصرت. تستاهل يا كابتن، تستاهل يا كابتن. سؤال يدور في بالي قبل أن أدخل في تفاصيل كلاعب، العربي وين الآن على البطولات؟ ربما سنوات طويلة لم يحقق العربي، لا أتحدث عن المجلس الحالي، أتحدث عن مجالس أخرى سابقة أيضا كانت. وين العربي عن البطولات؟ هذا الجمهور المخلص اللي ساند الجمهور اللاعبين العربي، ساند يحضر المباريات. ربما العربي للمرة الأولى يقيم سنوات طويلة عن البطولات. ونوف هذا يرجع للتراكمات المجالس اللي طافت، يعني نعم. ما اهتموا بالقطاع الناشئين، العربي ابتعد. وحتى أحس يعني أنا استلمت فترة مدير رئيس جهاز الكرة. أي سنة هذا كابتن؟ العام. 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 استلمت رئيس. ما أحس إن اللاعبين يبون بطولة. يعني أنا لو أقول لك. توضح لي أكثر شلون ما يبون بطولة؟ ما يعني تفكيرهم، أنا أكون صريح جدا. مادي. تفكيرهم مادي. يعني أنا أول يوم استلمت رئيس جهاز كرة، أنا التسجيل حوالي 24-25 لاعب، 30 لاعب يوني نبي فلوس. شلون ما أدري. يعني تفكيرهم كله كان بالمادة. يبون فلوس الآن بدون مقابل. بدون مقابل. أنت بطولات، شنو البطولات اللي حققتها؟ أنت شنو سويت حق نادي؟ عطني بطولات، حقق بطولات، فوز علشان أنا أعطيك. لكن للأسف اللاعبين الفترة اللي طافت تفكير مادي أصبح. تفكير اللاعب. مادي. لا لا ما يهم اسم نادي العربي. ما يهم اسم العربي. نادي العربي يعني. هذا. تبي أنطلق؟ إيه يعني لا تفضل، خذ راحتك، خذ راحتك. يعني أنا أول ما استلمت رئيس جهاز الكرة. جيت كلموني الاخوان بالاداره، كلمني الاخ اسماعيل حبيب وسامح حسين،
نبيك تستلمي جهاز الكره، فقلت لهم انا حاضر وبدون مقابل اشتغل لان انا احب نادي العرب. حلو. اول يوم يومين رحت النادي وقعدت معهم وهذا، طلبت 5-6 لاعبين اللي هم الكبار بالفريق، فقلت لهم انا جاي اشتغل حق نادي العربي والموسم اللي ما في محترفين، فانا اشتغل حق النادي العربي وانا انسان التزامي وانسان نظامي واحب الالتزام وحدنا، وعندنا معسكر جاي، نط واحد من اللاعبين للنادي مالي. كان يقول لا انا احنا انت بس لك التمرين لك وبعدين مالك شغل فينا. يا سلام. اي هذا والله هذا الكلام. لا انا مصدقك بس قصدي شنو الاسلوب هذا يعني. وما نبي شده، ما نبي بندري شنو، احنا اذا سويت كذي كذي ترى انا كل واحد يسحب له لاعب لاعبين ثلاث وفريق ما ينفل. اوف هذا تهديد. نعم هذا البدايه ما تبشر بالخير. ما تبشر بالخير. زين رحت تعال يا اسامه، تعال يا اسماعيل ترى الوضع كذي كذي كذي. كان يقول لي اسامه هل الموسم هذا خالد مو موسمنا، هدي شويه وخليك خلينا نمشي الامور. اي بس انت ما قلت شيء غلط. ما تهدي ما انت قاعد تشرح عملك يا خالد. انت قاعد تقول شنو هذه الطريقه اللي انا بيها. فكانوا اللاعبين هذين الاربعه الخمسه شويه مسيطرين على الفريق زي. ما في محترفين، فكان هذا ردهم لي. انت ما ارتحت حق الرد هذا؟ طبعا اكيد ما ارتحت، يعني وصلت الكلام حق مجلس اداره، انا توني جاي زين. وانا طبعا اول ما سلمت قلت حق اسامه انت طبعا اللي يمكن خبرتك شوي اكثر كإداري. كنت ماسك الاداره، فانا انت بيك تساعدني بالمعلومات وكذا. ناديت الاداري رئيس الجهاز السابق خالد عبد النبي، قلت له شرحت له ترى الوضع شيء، كان يقول لي دير بالك، ويعني اعطاني هم النصائح. لكن شلون دير بالك يعني الفريق الواعد مستلم رئيس جهاز كره يقدم النصيحه يبي فريقه بيصير بشكل جيد، يعني شي حكي يعني يقول بس والله يصفق لهم يقول دش الملعب اي بس وهذا اللي يبونه. تبي ازيدك بعد شنو صار؟ ايه رحنا المعسكر زين، رحنا المعسكر ومبارياتنا بنلعب وكذا. فاضل كان معاي اخوي فاضل المطر، كان مساعد المدرب. طبعا فاضل المطر كان مهني، انا اول ما استلمت الجهاز كان هو مساعد المدرب، هو قاعد مع كان مع الكابتن حسام يمرنون. رحت هناك تغير الوضع، ان تهنش فاضل المطر. كان في حسام وعقيل وهذا، فجيت قعدت مع المدرب قلت له فاضل ليش ما تخليه يدرب وهذا. كان يقول هو يعني هو ما يبي. قلت له الحين كان قدام، كان الحين انا مو رئيس الجهاز، اطلب منه يمرن، واذا ما مرن انا اللي يرد ثاني. كلام حلو. اي كلام حلو. كان اقول لا لا ما يصير. وهو ماخذ موقف من فاضل، ان فاضل قعد مع كذا لاعب صغير قال لازم تشدون حيلكم ولازم انتم تلعبون، وكان فاضل كان يبي الناشين شوي. بالعكس طريقه فاضل صح. صح ما فيها شيء. ما فيها شيء. يعني للاسف اخوي اسماعيل الحبيب، يعني انا بتكلم لا يزعل مني اسماعيل، لا يزعل، انا بتكلم صراحه وعلشان صدر. الناس تعرف والكل يعرف. تفضل. يعني كان يقول لي خلاص فاضل يرجع، المدرب ما يبي. قلت له ما يرجع. يرجع من المعسكر. يرجع من المعسكر. قلت له ما يرجع. شلون ترجع؟ فاضل المطر مساعد مدرب، فاضل المطر كابتن النادي العربي، فاضل المطر له تاريخ بالنادي العربي. انا ارجع الحين؟ لا والله ما رجع. بدر مو حلوه. مو حلوه بحق فاضل يعني بحق بالنادي. قلت له ما رجع. نروح نرجع الكويت ونشوف شنو الشيء المناسب. زين. طبعا رجعنا الكويت قعدنا وكفهت معنا أسامة وإسماعيل وهذا، فقلنا له خلاص فاضل أنت الحين مدرب ما نقدر نشيله، أخذ إجازة. ما نقدر نفرضك عليه. إيه ما نقدر نفرضك. أنت علاجك بهذا شيء تمام حلو. إيه هذا بس ما قدر. بس السؤال شلون أرجع؟ أرجع شلون أرجع؟ لا ما رجع يعني ما يصير. فاضل كابتن مو حلوة أصلاً. مو حلوة أصلاً. يوم كنا بالبحرين هالخمسة الأربعة وخمسة نفس ذا اللي اجتمعت معهم، اجتمعوا معهم إداري اللي يدورون المشاكل. يدورون المشاكل. ما يبونك زبدة الكلام. ما إذا خالد علي ناصر يقعد إحنا ما نلعب. شوف سبقتك أنا. ما يبونك. إيه خالد علي ناصر يقعد لأنك نظامي. إيه لي نظامي خالد علي ناصر. قلت حق أخوي إسماعيل أنت هل تقبل بهاللاعبين هم يسيطرون؟ يعني اللاعبين هم يفضل. هذا وصل لك الخبر قدامك ولا قالوا حق اسماعيل حبيب؟ هو اجتمع مع اسماعيل. اجتماع بروحه. اجتماع مع اسماعيل. اسماعيل هو رئيس الوفد، قال
قال ترى كذي كذي. قلت اسماعيل وانت تقبل منهم كذي؟ قلت له انت مفروض تقولهم يلا طلعوا برا. صح. انتوا تفرضون علينا خالد علي ناصر ولا يكون موجود ولا موجود؟ فصارت حساسيه بيني وبين اللاعبين صراحه صارت. فانا هني رجعنا طبعا الكويت، قعدت مع كابتن حسام قلت له ترى انا توجهي الحين، انا الحين ما اطيح درجه ثانيه، انا ما اطيح درجه، ابي تلعب لي الناشئين. طبعا اعطيته كذا اسم انا هذا اللي كنا حق هذا كان ناس تبي اصلا. اعطيته كذا اسم، انا كنت بعد ماسك تحت 20، اعطيته 4-5 لاعبين وجزا الله خير عزيز عاشور جاب لنا لاعبين من تحت 17 اللي هو بندر السلامه خوش لاعب وحسين اشكناني خوش لاعب، اثنينهم لاعبين زينين. فكنا نلعب مباريات تجريبيه، التجربه اللي قلت الاسماء ذا لاعبين زينين، هذول لاعبين زينين. فكان كابتن حسام يلعب مباراه تجريبيه، كنت انا اروح له يعني اخر نص ساعه اروح له اقول له لعب هذول. كابتن ما قلت له لعبهم هذول الصغار نبيهم يكونون مع الفريق، حتى اللاعبين لما شافوا هذول الصغار يوني في يوني 2-3 لاعبين يوني، يعني انتوا ليش جايبين لاعبين صغار؟ قلت له جايبين لاعبين صغار، هذا يا اخي سنه الحياه، انت تكبر تروح غيرك يلعب هذه الكره، وبعدين جايين هذول الصغار يون يكسبون الثقه منكم يتعلمون. راح ارجع لك كابتن، حبيتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الجزء الاول مع الكابتن خالد علي ناصر هداف النادي العربي السابق. ما شاء الله عليه كان مراوغ، والأيام اللي كان ما شاء الله اسمه وشهرته ولعبه أدى صراحة بأيام الكرة بطريقة سليمة وحلوة، وكنا إحنا الجمهور دائما متابعينه، وكان متفوق ما شاء الله عليه بالكرة طبعا. وفي الأوان الأخيرة اللي قبل يتعور وهذا كان طبعا أهدافه كثيرة، ومشجعينه دائما كانوا ينتظرونه أن إذا هجم فعلا يهجم، وأهدافه ما شاء الله كانت مميزة وحلوة، ودائما كنا نتمنى له التوفيق. نود حبتنا من جديد مع الكابتن خالد علي ناصر. وصلنا خالد علي ناصر آخر كلام معاك، شنو صار بعدين في ما بعد؟ طبعاً رجعنا الكويت هني، فمثل ما قلت لك الناشئين، فكنت أقول أنا حق كابتن حسام نبي ندخل الناشئين يلعبون، لأن أنا كان عندي تفكير لجدام صراحة إن الصغار يلعبون لازم يلعبون، كان يلعبهم يسمع كلامي ويلعبهم المدرب آخر ربع ساعة نص ساعة بالمباراة التجريبية. بعدين كابتن أسامة سوى قال بسوي لجنة علشان اختيار حق السنة الجاية لاعبين ومدربين وكذا حق السنة الجاية عشان نبتدي من بكر، هذا من شهر 2 كان شهر 2 اللي طاف. فطبعا كابتن حسام كان يقول لي ما عجب الوضع، يعني هالوضع، قال انا اذا انا مدرب فريق انا انقي، انا اجيب لاعبين، انا كذا اختار. وقلت حق أسامة لازم انا اكون باللجنة، لان انا هم رئيس. انا شخصيا اسمح لي بهالمداخله هذه، انا شخصيا لا ايد اللجان، من تصير فيها لجان تخترب الامور كلها. وشوف هاي النتيجه، شوف النتيجه اللجان شنو اختاروا. انا قاعد اقول لك شفت الان هذا خير مثال، هذا خير مثال. فقلت له اسامه منو اللجنه؟ اختار لي 3 اشخاص او 4 اشخاص. قلت له شلون هذا مو الخبره يعني؟ اقول له هذه الموجودين بالساحه وهذه المحللين و و و. قلت له انا غير موافق. قلت له اشكر انا غير موافق. قال خلاص خلينا نشوف ونروح. انا ما حضرت مع اللجنه الا مرتين وللاسف ما عجبك الحكي. ما عجبني الحكي. يجتمعون حاطين لهم بروجكت ترى هذا او فيديو ما ادري شنو، وعندهم واحد محمد بن حسين او شغله كذي هو يشغل لهم، هذا يقول حط لي هالمدافع هذا، ذاك يقول حط لي هالمهاجم هذا، هذا يقول لي هذا شو يتنقي لاعب؟ شلون اختيار لاعبين كذي؟ شذي تختار لاعب؟ إيه؟ هذا غلط، انت بادي مبكر من شهر 2، انت لو تبي تختار تركز على لاعب اول شيء على لاعب مثل المهاجم، نبي مهاجم سوبر احنا.
تروح الدوله اللي يلعب فيها تابع مبارتين ثلاث اربع. وين اخذت الاختيار اللي كان اسمح لي فيه هذا؟ وين حتى اختياراته ما كانت موفقه؟ خير موفقه، دخلوا 11 لاعب وينهم؟ ما كان شيء يعني، ما كان موجود. والله والله لو يعتمدون على الناشئين اللي في النادي العربي والله فريقنا يصير صخر. زين ما كملت خالد علي ناصر؟ ما عجبك الاوضاع؟ ما عجبني، ما 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 حضرت بعد. زين ما حضرت نهائيا؟ ما اسمع، ما حضرت معاهم اللجنة؟ لا ما حضرت مرتين وما حضرت، ما عجبني الوضع. فكنا لعبنا المباريات وهذا اخر لعبنا من بدء استأنف الدوري، لعبنا مع كاظمة فزنا عليهم، لعبنا مع الفيحيل. طبعا هني وسام كان يصر علي يقول لي خالد وحفز اللاعبين علشان نفوز على الفيحيل عشان ندش الدورة العربية. للأسف اللاعبين ما أدري إيش أقول بعد، الأجواء مو زينة، الأجواء مو زينة. عشان كذي مشيت؟ مشيت علشان شغلة ثانية اللي هي طبعا أنا من خلص الموسم آخر مباراة حق اللاعبين قلت خلاص أنا أديت اللي علي، أنا فترة معينة يا أشتغل ومش أمشي. بس الإدارة تناديني خالد روح قول حق اللاعب فلان، خالد روح سوي كذي. قلت له أنت تبوني أنا رئيس جهاز لازم تطلعون فيني قرار، صح؟ عشان أنا عارف أشتغل، عارف شو نبي. كتبت لهم تقرير، والتقرير نسخة عندي في البيت طبعا، كتبت لهم كل الأحداث اللي صارت. قلت لهم تبوني أنا أستمر معاكم لكن عندي متطلبات، ما نقول فيها شروط، نقول متطلبات علشان أنا أشتغل صح، ابتدي بداية صح. التقرير طبعاً اللي كتبته سووه الحين سووه، طبقوه الحين. شايف أنت لما الحين لعبوا صغار وكذا وكذا. فدق علي أسامة برمضان بالليل كان يقول لي خالد خلاص مبروك، حطيناك رئيس جهاز الكرة إنه بروح الليلة نجيب المدرب. قلت له أسامة أنت ما قعدت معي، أنت تدري شنو أنا أبي؟ شو يقول أنا خلاص بعدين. قلت له لا أسامة هذا مو شغل، تبيني لازم تقعد معي وتعرف أنا شنو أبي، يمكن إدارتك ما تعرف. صح. بعدين قلت له خلنا أكون صريح جدا عشان لا أحد يقول والله كذا. أسامة فترة من الفترات كان يقول لي راح نسوي راتبك 500 دينار. دق عليك كان يقول لا يقولون 300 دينار. قلت له أنت أسامة وعدتني 500 دينار، هذا حقي ما قاعد اشتغل ببلاش. ما اشتغل، انا اشتغلت لكم فتره ببلاش. لا قصدي وقت، يعني تاخذ وقتك صحتك وعيالك واسرتك عشان شنو يعني؟ إيه؟ هذا اللي صار. فقال لي خليني اكلم رئيس النادي شوف شنو صار. قال لي خليني اكلم رئيس النادي. خمس دقائق كان يدق عليه كان يقول رئيس النادي مو موافق، لازم 300 اني خالف وغير. قلت له اسامه اسمح لي ما راح اشتغل كذي. خلال ربع ساعه التشكيل الثاني نزل. يعني ما كان يبونك؟ واضحة واضحة. في أعضاء مجلس إدارة كانوا ما يبونك، ما يبون. فقالوا إذا بربع ساعة والله العظيم صاج ربع ساعة معناه النية كانت مبيتة لبعادك عن جهاز الكرة. قلت سحق أسامة كان يقول صراحة تبي أقول لك خالد اللجنة اللي سويناها ما يبونك، وفي بعض اللاعبين الكبار ما يبونك، نفس الأربعة اللي اجتمعت فيها وست ما يبونك. هذا اللي صار. وقال خلاص أشوى ليت منه. قلت له الحمد لله جت مني ولا اوخر ما في مشكله، انا مو ميت على انا اشتغل حق النادي العربي مو حق اشخاص، يعني عوار راس الرياضه العربي. اي عوار راس. فوخرت فما كملت معاهم يعني صراحه. هذا اللي صار. لانك وضعت حلول ما التزموا فيها، ما التزموا فيها، ما يبون واحد يقول الحلول، ما يبي واحد يقول لهم لا وما ادري شو، لا يبون على كذا، يبون يقول لك سو وخاف وسكر حلك ولا تتكلم. هذا اللي صار. ويبونك 300 دينار زي ما نقصوهم بعد زياد بعد. والله انا كان يعني لو اسامه صديقي، اسامه يعني لو ملزم علي لا خالد لا يعني نبيك لا شغلك زين يعني كنت اوافق انا بشتغل. بس حسيت الاوضاع، حسيت الاوضاع انه ما يبون. وقالوا لي اعرفهم بالاسامي اعضاء مجلس اداره، اعرفهم بالاسامي يبون منه ما له داعي نذكر اسماء. يبون خمسة أو ستة اشخاص، يبون واحد بالنادي يبي يحطونه. فقلت انا اشتغل بالوضع هذا، هذي اللي ما يبوني. باكر اقل يعني شوف بدايه الدوري ثلاث اربع مرات مغلوبين كان باكر يقول اقاله خالد علي ناصر بحقك مو زينه، حرام تاريخي يروح بحقك. مو حقك مو زينه، صح؟ حقي انا مو زينه صراحه. فقلت خلنا اوخر. اعطيت الرياضه ظهرك الحين حي، بس وخر مرتاح. مرتاح يعني نحكي عنك كلاعب الحين. انا قاعد مع اسامه. خالد علي ناصر الاسره عرباويه، تكلمنا عنك كرجال كره وخذنا الوقت.
أسرتك رياضية عرباوية؟ كلها؟ نعم كلها كانوا كلهم عرباوية. فأم حببوك بالنادي العربي؟ إيه طبعًا كلهم حببوهم. طبعًا الوالد الله يرحمه اللي هو هو كان عرباوي، وأحمد خلف وعيال عمتي. يعني أحمد خلف عشان توضح للسادة المشاهدين شو يصير لك؟ أحمد خلف ولد عمتي. ولد عمتك. نعم. إيه أحمد خلف ولد عمتي، وطبعًا هو يعني اللي مثلًا تقول شجعني إني أنضم للنادي العربي. يعني وكنت أحب أحمد. رحت للنادي العربي بأي سن؟ بأي عمر ذاك الوقت؟ كان عمري 12 سنة. 12 سنة. إيه بالدسمة. أي سنة كان تقريباً؟ أفتكر 78 77 كذي. إنزين رحت النادي، تعرف أحد من اللاعبين الصغار؟ إحنا خذونا يعني اتفقنا إحنا لاعبين بالفريج، رحنا أول شيء طبعاً قبل لا أروح نادي عربي رحت نادي الكويت. آه هذه سالفة جديدة. إيه رحت نادي الكويت، نادي الكويت كانوا مسوين بطولة. شلون رحت نادي الكويت أول شيء؟ كانوا مسوين بطولة. زين. كان أتذكر الأشول فؤاد حلبي. أشول فؤاد حلبي. فكانوا مسوين بطولة. ودونا الفريج نلعب كرة. فريجكم؟ إيه؟ فريجكم وين في منطقة؟ فريج الشرق بفريج البلوش. فريج البلوش زين. إيه؟ فرحنا نلعب بطولة، شافوني والله ونقاني في الأشول فؤاد الحبيب، نقوني معاهم. كنت تلعب هجوم؟ إيه مهاجم. زين. فنقاني الاثنين الأشول فؤاد الحبيب نقوني إني أكون معاهم، قالوا انضم معانا وكذا. طبعا عرباوي ما أقدر. أدري في أحد منعك ولا أنت حسيت إنك تبي؟ لا 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 أنا أحب العربي. أحب العربي، كنت أحب العربي وايد يعني. فهني هم كنا نلعب فيج، أتذكر رحنا انضمينا للنادي العربي الهم نلعب مباريات. شافني وقتها طبعاً مشرف الفريق خليل بارون، أيوب بارون، هذيل كانوا مشرفين. فنقوني وحتى المدرب الله أذكر حسان، اسمه حسان، على طول شاف يعني لعبت المباراة واضح، كان أقول جول كان يقول هذا يبولي أبي. فنقاني وتمرنت خلاص، لما نقوني هنا بالعربي استمريت. خالد علي ناصر فيك ميزة ربما كانت موجودة، بسألك هل من الصغر أنت كنت ما تخاف؟ إيه أنا يعني كان عندك الجرأة يعني في خلال مشوارك في الرياضة ما كنت تخاف من المدافع، ما كنت تخاف تلتحم بالكرات الخطرة، أنت وانت صغير هذه شخصيتك؟ إيه هاي شخصيتي فعلا، يعني أنا ما كنت أخاف، شيطان كنت شوي. فألعب حتى يوم كنا نلعب صغار يعني أذي يعني التحم مع أي شخص، مشاكس التحم مع أي شخص يعني هذا. حتى لما كبرت يعني لما كان يقولون نلعب مع الله يرحمه ربيع سعد و أذكر أنا زين إيه يعني التحم الناس كانوا يخافون من ربيع سعد الله يرحمه وغير اللاعبين، أنت ما كنت تخاف؟ ما كنت أخاف، جريء كنت جريء. وبعدين أنا مثل ما تقول تعلمت من الحياة العسكرية شوية اني ما اخاف يعني. راح ارجع لك حبيتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد مع هداف النادي العربي في مرحله الثمانينات الكابتن خالد علي ناصر. نتكلم عن هداف النادي العربي، واحد من القلائل هدافي النادي العربي، واعتقد هو حاز على اللقب هذا ويحسب له من عمالقة النادي العربي. وخالد تربطني فيه علاقة مو ولد خالي لا اخ، وهو له الدور الكبير اني انا اروح النادي العربي بالبوقة. طبعا اول ما يخلونا الاهل بالبوقة كنا نروح بالباص، هذا الحكي تقريبا 79. بالنسبة لنا من حسن حظنا ان احنا عاصرنا الجيل الذهبي بالنادي العربي واحرزنا فيها البطولات، وخالد كان له دور كبير في 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 هالدور هذا، كان هو هداف الفريق بالاضافة الى اللاعبين مع صباح عبد الله وعنبر سعيد في هالفترة اللي كنا نلعب فيها. طبعا كان جدا حماسي بالملعب وروحه جدا عالية، وإحنا كمدافعين إذا تضايقنا هو يأشرنا، لعبوا الكرة طويلة بالمساحات، وهو ما شاء الله من اللاعبين اللي كان يقطع خاصة بالصندوق، يعني أي كرة بالستة 80 إلى 90% هي تكون جول يعني بالنسبة لنا.
واحد من اللاعبين احنا كمدافعين كان يخف الضغط علينا كمحطة، هو كان رأس حربة او كان يقولوا لنا هو وصباح لا يدش علينا جول احنا راح نقول، وفعلا يعني كذا دوري خذيناه من هالطريقة ان احنا نحافظ على شباكنا وهم قدام يخلصون لنا مباراة حتى لآخر ثواني من المباراة يخلصون. والشاهد جوله على الكويت هذا اللي انشهر فيه جدا في آخر، كانوا غالبيننا 1-0 وهدف التعادل هذا خلانا ان ناخذ الدوري. وفي وايد امور ذكريات يعني مرينا فيها بالمعسكرات وبالنادي، يعني وقتنا كان كله بالنادي مع بعض يعني امانه يعني. وهو جاءت مرحله هو كان كابتن الفريق هو القائد هني، هم كان له دور كبير بتوجيه اللاعبين بخبرته بالوقت اللي مضى فيه مع اللاعبين اللي قبلنا كانوا، هذه الخبره خذاها وهم اعطانا اياها حق اللاعبين الجدة اللي كانوا واللي يو بعدنا بعد استفادوا منا امانه. فخالد عيناصر اليوم اذا بنتكلم عن العربي نتكلم عن واحد من عمالقه نادي العربي الهدافين اللي هو خالد علي ناصر، واتمنى له حياه الحين انه يكون قريب من النادي اكثر ان شاء الله، ويكتسبون منه الخبره كاداري كمستشار مثلا بالنادي. اعتقد انه هو عنده خبرة كبيرة في هذا، وتوه بعد من فترة مو بعيدة كان مع الفريق وأدى دور كبير، يعني واحد من الرجال أو من الرجالات النادي اللي فعلا يخاف على النادي العربي وحرصه على النادي العربي. نود حبيتنا من جديد مع الكابتن خالد علي ناصر هداف في النادي العربي خلال مرحلة الثمانينات في الجزء الأول في اللقاء معه. قلت وانت صغير العسكرية علمتك. اي نعم. فلما كبرت ايضا كنت نفس الطريقة. اي انا جريء وطبعا ما اخاف وحقاني يعني. يعني لما كنت العب بالنادي كان يطلعوني النادي العربي، يعني كنت استانس من اكتر. ومكاي الله يرحمه مكاي كان يحبني، يعني كان يقول يعني خالد قوي جسمانيا وجريء فأنا استفيد من هاللاعب هذا يعني. حلو، متى أخذت فرصتك مع الفريق الأول في النادي العربي في تلك المرحلة؟ والله أنا طبعا مكاي نقاني مبكر، يعني عمري 16 سنة خذاني من تحت 16 و17 فوداني الفريق الأول. أي سنة تقريبا؟ يعني اعتقد بال81 كذي، يعني كنت ناشئ وداني فريق الاول نقاد. هذا في الثمانينات العربي فريق ايه نعم مرعب. ايه نعم، يعني فريق بالمعنى العاميه يونس في تلك المرحله. يونس تلعب معاك عبد الله بلوشي، سامي حشاش، احمد عسكر، محمد كرم، عدنان عبد النبي، احمد خلف، صباح عبد الله الله يرحمه، يعني هذيل الناس يعلمونك علمونك صراحة، يعني المجموعة اللي كانت تخليك تحب نادي العربي. حلو، لعبت أول مباراة ضد منو في تلك المرحلة؟ أتذكر والله كانت مباراتنا مع، كنت أنا في طالب بالكلية بعد وقتها، لعبت مع الفيحيل وسجلت فيها هدف. هذا مع الفيحيل؟ إيه مع الفيحيل وسجلت فيها هدف، ما أدري هدفين والله أتذكر. مكاي لعبني فيها وطلعوني غصب من الكلية، يعني أنا ذكرتها يعني طلعوني غصب من الكلية. كنت كان عندي وقت اختبارات، فالمكاي قال لازم خالد يلعب، ابي خالد يكون موجود معي، فطلعوني ما قصروا. كان موجود طبعا محمد السدرة الله يرحمه والشملان، كانوا يعني اداريين ناجحين بمعنى الكلمه صراحه. شنو ديف مكاي ركز فيك، علمك شيء ربما خلاك لاعب مميز؟ لا شك له بصمه عليك يعني. كان مكاي كان يعني طبعا انا قصير يعني مو طويل اني لاعب اول، اني انا مكاي كان يبيني احجز الكره، قال كان يقول لي شوف صباح شلون يحجز الكره، ابيك تحجز الكره وابيك انت سريع. فانت طبعا الكره الانجليزيه الكره السريعه تقطها بالمكان الفاضي وانت تركض، قال لي انا ابيك تسوي الحركات هذه، وكان كنت انجح فيها يعني. يعني اتذكر انا لعبنا مباراه افتكر هم ضد الكويت، يمكن 3 فاولات وحصلت بلنتي وسب الكرات هذه. لياقتك البدنيه كانت عاليه جدا خالد علي ناصر، كنت ملتزم بالتدريبات اصلا، انت محافظ على نفسك بالاصل في تلك المرحله. كنت محافظ جدا محافظ، يعني كان نومي مبكر، يعني كنت احب، انا احب الكره، احب العب
يعني أتذكر مرة يوم كنا في معسكر في سنة 81 توني صغير 16 سنة، كان طبعا علي الملا الله يذكره بالخير كابتن علي وهو مساعد المدرب ومكاي، وقتها كان في برد هناك مرضت يعني حاشتني انفلونزا حادة، غبت تمرين واحد تمرين ثاني مكاي أعطاني 3 أيام، قال لي 3 أيام ارتاح، تمرين ثاني دشيت أسمع يعني طبعا شوي عارف إنجليزي عشان يقول هذا راح يصير من أفضل اللاعبين هذا، لأن هذا يحب الكرة يعني يحب مخلص ويحب الفريق. حلو قلت آخر حكوة يحب الكرة، بالفعل إذا اللاعب حب الكرة يكون يقدم مستوى عالي، إذا ما فكر في المادة ما فكر بأمور ثانية يكون عطاء أكثر. طبعا مناف إحنا أقول بنصر آسف يعني أنا ما كنت أفكر إن أخذ فلوس أو مادة ألعب، أنا كنت أحب ألعب حق العربي واستأنس من الجمهور يشجعني، يعني أنت لما الجمهور يشجعك وينادي كان حضور جمهور كبير بعد ذاك الوقت، الجمهور العربي وايد يعني الجمهور العربي كبير وقاعد تأخذ بطولات والناس تعرفك برا، يعني هذا شيء كبير صراحة. لاعب في ذاك الوقت يلعب بالعربي كأنه يلعب في المنتخب، حتى لما المنتخب شهرته نفس شهرة لاعب المنتخب. أي نعم في تلك المرحلة أنا أحكيك. يعني في هالمباريات اللي لعبتها الكثيرة مع النادي متى خلاص ثبتك مكاي؟ قلت لي لعبت الفهيل، بعد الفهيل لعبت خلاص أساسي ولا لا؟ ما لعب، كان مكاي مثل ما تقول يدخلني مثل يدخلني شوية وبعدين يقعد يعني تدريجيا تدريجيا. فكان كنت لعب مع الفهيل سجلت يقعدني مباراتين ألعب يعني جيم ثاني أو ألعب آخر ربع ساعة. في مباراة لعبنا فيها كان ضد مباراتين، الأولى مع الكويت والثانية مع القادسية، واللعبتين أنا سجلت فيهم هدف. كان أحمد خلف أصعب مباراتين أحمد خلف وعنبر سعيد وصباح الله يرحمه مصابين، ماكو هجوم غيري أنا وعبد الله بلوشي، لعبنا أنا وعبد الله مهاجمين، سجلت ضد القادسية وسجلت ضد الكويت، رد عنبر من الإصابة أنا حين قلت خلاص يعني بلوشي لاعب بلوشي رد بلوش لا شالني أنا، ف يعني طبعا كلمني قال لي انا مو شلتك انك انت مو زين او شغله بس انا بدرجك تدش المباريات يعني صراحه. متى ثبتك؟ يعني يمكن بال يعني اخذ 84 بال 84 ثبتني مكا قاعد يلعبني اساسي في هذا في خط الهجوم. اي نعم. من كان لاعب صغير وانت تحبه وانت كنت صغير تابعه قبل ما تصير لاعب مشهور، من كنت تشوف؟ كنت احب طبعا علي الملا واحمد خلف. ليش تحديد اثنينهم؟ لان هذيل علي الملا عنده القوه وكان ممتاز بضربات الراس، مع ان لو تلاحظ انا اهدافي ترى يمكن اغلبها بضربات الراس صح. واحمد خلف مشاكس يعني كره تطلع قدامه كره بالجول على طول، فانا كنت احب اللاعبين هذيل. في تلك المرحله خالد علي ناصر رغم ان كانت الانديه تملك مدافعين مميزين يعني مهمه المهاجم صعبه، يعني انك تتالق في ظل هاللاعبين المدافعين في تلك المرحله امر مو سهل ترى. طبعا يعني انا لعبت ضد مدافعين كبار يعني لاعبين المنتخب، لعبت ضد محبوب، لعبت ضد عادل عباس الله يذكره بالخير، ولاعبين القادسيه محمد نيا وناصر، بس انا يعني كان عندي فريق قوي صراحه، يعني كنت اشجع ينشد الظهر ينشد فيه، يعني عندي فريق لاعبين نص يوصلوا لي الكره، يعني أنا يعني الميزة اللي فيني إني أوصل الجول بسرعة بسرعة أوصل الجول، فكنت جريء يعني ألعب ضدهم، يعني حتى عادل عباس أفتكر لا في مقابلة قال أصعب مهاجم واجهته خالد علي ناصر صح إيه، لأن أنا سريع و يعني أقدر أطوف وأروح الجول على طول. عندك جرأة ضروري إن يكون المهاجم جريء؟ إيه نعم لازم، يعني ما يخاف لازم، يعني بعض اللاعبين تحصل له فرص بعض الأحيان ربما ما يشوت الكرة يخاف من رد فعل الجمهور يخاف من رد. يا أخي أنا وايد ضيعت فرص وهم، لكن عندي الجرأة خلاص أنا قدام الجول. هذا كان يقول لي مارتن مساعد مكاي عشان يقول أنت في 18 صير أناني خلاص أنت وصلت في 18 شو جول دشت ما دشت كيف، بس جملة مفيدة صراحة. اي والله قال يصير اناني، كلام إيه بالفعل صحيح انه يصير اناني لان ابيك تسجل. اي لان يدري ان فيني انا يعني يدري تحت الاجتماعات بالنادي كان يقول ترى خالد علي ناصر يوصل الجول بس شلون يحط الكرة بالجول، فانا كنت اوصل الجول بس يعني اشوت دشت. شنو اصعب جول سجلته واغلى هدف سجلته؟ الاصعب شنو كان ضد من؟ الاصعب
هلا أقول لك وش أغلى الهدف. يتفضل. أغلى هدف وهو طبعا ضد نادي الكويت اللي خذينا فيه الدوري، اللي الكرة رفع عبد الله وطقها حاشة راسه براسه صباح ويدي أنا وقولت بالهيد وخذينا فيه الدوري. حلو. أصعب هدف كان هدف كنا نلعب ضد الجهرة، يعني وضعنا هم يعني إذا فزنا لازم ناخذ الدوري. رفعت الكرة لعبها كورنر أحمد عسكر طقها افتكر براسه فايز فليج بيدني أنا، وطبعا كان معي مدافع اللي لعب بالعربي وذكره بالخير كان يلعب بالعربي، فجيت أنا شوية حطيت جسمي دزيته صراحة يعني دزيته وطقيتها براسي ودشت بالجول. فهذا يعني الهدف هذا هم خلانا ناخذ الدوري، يعني أنا سجلت هدفين العربي فيهم خذوا الدوري. حلو. إيه هالهدفين يعني. وأكثر الهدف سجلت فيه مجهود كبير فيه. مجهود. تحس بذلت فيه مجهود وايد عشان توصل أو تسجل هذا الهدف. أنا قولي وايد خلنا أتذكر طبعا في كرة أفتكر ضد القادسية يعني يتني كرة الله يعني الشيطان لعبها عند عبد الله بلوشي، عبد الله بلوشي طافتها شاتها وطافتها ويتني أنا رفعت حق عبد الله ما يت ويت حق بدر أبو عباس يتني أنا طبعا كنت على الطرف، فأنا أدري بدر أبو عباس يلا يذكره بالخير رفعاته دقيقة بدران صح هي رفعاته دقيقة، فأدري بدر راح يوصل الكرة بالمكان، فأنا خذيت سبرنت على طول وشتها على الطاير هذه كذي، فخذيت سبرنت وشتها على الطاير وسجلت فيها هدف القادسية. قوة النادي العربي في تلك المرحلة تكمن في شنو؟ كانت إدارة فريق مدرب ثلاث أشياء كانت مترابطة كانت متماسكة، بس إحنا اللاعبين يعني عندنا روح عجيب، يعني صراحة الروح الموجودة بالفريق النادي العربي شيء عجيب، يعني كانوا يضربون فينا المثل يعني صحيح يعني بالتمرين لما نلعب والله واش والله يعني ما نعور بعض لكن حماس زيادة عن اللزوم، يعني لازم مكاي كان ذكي يعني يعطينا التمارين وقوة وكذا، بس لكن وقت آخر ربع ساعة آخر ساعة يلا تقسيمة عشان يونسك وتلعب وكذا. يعني لما كنت لاعب وكنت رئيس جهاز الكرة شفت فرق بين كبير الاثنين، انا تفاجأت والله قبل هذيل ردوا علي وسويت ريت كذي هذيل مسجهم هذيل لاعبين النادي العربي والله، قلت يعني حطيت احتمالات اذا هذيل ما يتغيرون انطر بعد مو حين 18 يمكن بعد 10 سنين ما هبتنا بك المكان. اي والله. فاصل ثم نعود معكم من جديد في الجزء الاول مع هداف النادي العربي الكابتن خالد علي ناصر. أيام شرق يحب الكرة وصراحة كان يأذينا يطق شبابيك بالكرة ما يخلينا ننام الظهاري، والحمد لله تابعنا لين من الصغر لين صار لاعب في النادي العربي، وكان من اللي كان يونسنا على المدرج يعني صراحة لما ومخلص الكرة يعني ولاعب برز في العربي. حبتنا من جديد في برنامجكم أول سطر في الجزء الأول مع هداف النادي العربي خلال مرحلة الثمانينات لكابتن خالد علي ناصر. قلت أنا قبل فاصل قاطعته قلت والله فرق بين يعني اللاعبين قبل بعض اللاعبين الحاليين فرق كبير وش فرق شاسع.
لما هل كنت رئيس جهاز الكرة، شفت التدريبات شاسع. شفت المباريات، حسيت فرق، فرق شاسع يعني. صدق يعني يوم كنت رئيس جهاز لعبنا مباراة مع المحرك تجريبية، المحرك فريق المحرك قوي يعني، بس ما كان فريق كامل، واحنا رايحين معسكر نلعب، لعبنا المباراة قولوا علينا، تدري اللاعبين قبل الثاني طلعوا ايش قاعد يسوون؟ والله لو اقول لك كلام يا ابو نصار ما تصدق يعني صراحة، اللي يشوت الماء يهصب، اللي ما يحترم المدرب يقول هذا، يقول واحد يقول كابتن طلع هذا وكابتن ما ادري ايش، اوف ماكو نظام، ماكو شيء يعني صراحة. هذا صدمت فيه انت، شيء غريب وعجيب يعني. قعدت قبل يقدر الواحد يسوي يعني، قعدت قلت حق اسامه، كل ما اقول اكلم اخوي كابتن اسامه، يا اسامه ترى الوضع كذي كذي، الموسم هدي كله هدي، كله باقي كله عندنا 16 17، ما تقدر توقف صراحه ما تقدر توقف احد، كله 16 17 لاعب، خلينا نهدي لهذا الموسم، موسم مثل الايه، ان شاء الله نعدل، ان شاء الله نرتب. بسالك خالد علي ناصر، انتشار الان استقطاب لاعبين من الانديه الثانيه، عشنا في مرحله الثمانينات اللاعب كان يطلع من ناديه، الان اصبحت الانديه تجمع لاعبين من كل مكان، ظاهره صحيه ولا مو صحيه هذه؟ انت اذا بتجيب لاعب حق ناديك، يا تجيبه لاعب سوبر ولا لا تجيب، اعتمد على ناشئينك، مثل صباح عبد الله يرحمه فايز الخليج، هذيل الاثنين يو فادوا نادي العرب. صحيح، انا الحين اللي اجيب اي لاعب يعني، ماني ذاكر اسماء، لا ما اعرف اسماء، في لاعب الحين يا ابو العربي احتياط بنادي احتياط، انت تجيب العربي احنا ليش يا اخي؟ لعب الصغير، خلي الصغير على ما عندكم قاعده، انت الان فتره كنت رئيس جهاز كره، والله عندكم قاعده في النادي العربي ولا ما عندكم قاعده؟ يعني مثل حسن حمدان، هذا لاعب من افضل اللاعبين، يلعب ثلاث مراكز، والباك اليسار حسن محمد الباك اليسار، والله ما محمد صفر، محمد صفر، هذا يعني شوفوا شلون بارز الولد، شلون برز لعب، يلعبون فيه امكانيه، لما تعطيهم فرصه فيه امكانيه، لما يلعب فريق الاول يشوف الجمهور يشوف الناس وكذا يلعب، في لاعبين وايد، في لاعب عندنا هم اسمه حسن حسون، ما ادري سمعت عنه ولا، نعم هذا من افضل اللاعبين النص موجود، وانا ابي اصعده، تدري شو اللاعبين شنو قالوا لي؟ قالوا لي اذا صعدت احنا ماني، اقول لك والله يعني اللاعبين اللي كانوا يعني سالفه والله العظيم، والله العظيم يعني شغله عجيبه غريبه، تجيب فلان تجيب مشاري يلعب باج، تقول له بلعب، ولا تجيب السين من الناس يقول والله ما ابي، ما لا تدخله هذا، اذا دخلته ماني ليش يعني، صارت له مشكله في المعسكر، فاللاعبين ما احبه، ولاعب متمكن ولاعب ممتاز، بس ما بمعناه هذا اللي قاعد تقوله كلام خالد علي ناصر عجيب غريب صراحه يحدث. ايش قاعد اقول لك؟ والله يعني انا يوم مسكت تفاجأت، بس كان عندي امكانيه وعندي الجرأه اني انا اغير، وكتبت قلت لك كتبت تقرير حق النادي واعطيته ان لازم يصير تغيير علشان انتم تنافسون حق، يعني الان الاقاويل اللي تطلع في بعض الاحيان ان العربي ما عنده قاعده، العربي المراحل السنيه ملاعبين دون المستوى، كلام مو صحيح، لا كلام مو صحيح، بس هلا يعني شوف الحين اربع خمس لاعبين موجودين من صغار قاعد يلعبون، والفريق قاعد يتحسن، يعني قبل كانت قبل سنوات يوم انت مسكت لو كانوا ماسخين ماسكين اللاعبين معطينهم، كان الان الامر تغير، وايد الامور كانت تتغير وايد، يعني انت لازم تهتم بالناشئين، وعندنا فريق يعني العام انا شفتهم تحت 20، انا كنت ماسكهم والله لاعبين ممتازين وجايين، بس يبي واحد شلون يعني يسقلهم يدربهم ويدخلهم مع فريقهم. الان بعض الانديه تقدم مبالغ سين من اللاعبين، لكن تجد هذا اللاعب عندما ينضم الى الفريق لا يقدم المستوى المطلوب، حرام والله يا حرام، 16000 و17000 و20000 اللاعب ما عنده شيء، انا حرام والله، تعطي حق ولد ناديك، تعطي حق الناشئين، والله العربي اذا يهتمون بالناشئين صدقني بعد سنه او سنتين من افضل الفرق الانديه راح يصير العربي، بس يبي طبعا يبي واحد جريء شوي يكون ياخذ القرار، كاحمد هذا بندر السلامه من افضل اللاعبين صراحه، حسين اشكناني، ليش سوء عندكم سوء اختيار محترفين من النادي العربي؟ وهذا قلت لك مسوين لجنه ما 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 ما, ما, ما تعرف ما ما كذا السوء اختيار متواصل من بدايه الموسم الى الان، انت لا تبي تختار لاعبين من الحين في فرصه انك تشتغل حق السنه الجايه، تطرش حلو احد حلو اي تطرش احد، تشوف اللاعبين، تشوف الدوريات اللي موجوده حواليك، تنقل لاعبين من الحين حق السنه الجايه تكون لك فريق،
حتى اختيار مدربين كابتن خالد الناصر العربي خلال السنوات الاخيره لم يوفق، برايك الشخصي؟ طبعا يعني المدرب الاسباني اللي جابوه زين وما زين، انا قريت السي في ماله، قلت له حق اللجنه وكابتن وسام، قلت له انت على اي اساس اخترت المدرب هذا؟ مدرب زين، مدرب اسبانيا واخذه غالب ريال مدريد، غالب ريال مدريد يعني شنو؟ السي في ماله ما قعد سنه او ما قعد سنتين بنادي واحد، وشوف السي في ماله، اذا انا يمكن نادي واحد صيني يمكن قعد فيه سنه ونص وبس، متنقل. اي متنقل، هذا المدرب جايب لي، شفت الدفاع اللي جابه لنا؟ هذا اسباني مال قطارات، فريق قطارات يلعب هذا والله يعني السي في ماله كلش. ود بك عندي حكي بقى الجزء الثاني معك كابتن خالد الناصر، شكرا لك، ان شاء الله لنا حكي ان شاء الله في الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حبيتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهايه برنامجنا اول السطر، كان ضيفي في الجزء الاول في حلقه اليوم الكابتن خالد الناصر، ان شاء الله سيكون لي حديث ايضا معاه ان شاء الله في الجزء الثاني الاسبوع القادم. حفظ الله هذا الوطن ورمز وشعبه من كل مكروه، ود الكويت في صلاتكم ان الله يحفظهم كل شر، لقاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم، مع السلامه. اللاعب في عرض الملعب ولا خطره، ترى ما يصير عنده، وضع الجول دقيق.